أما سورة البقرة وأطول سورة في كتاب الله وسورة أوغنر كتاب إلهي سبحانه وتعالى كتاب إلهي سورة أوغنر آيات هذا وحيك كوبيهين لببقل سيدتن يليح هذا القرآن كما كسو الدقي إيميت كمدينة كسو الدقي هذه أن لنبر كأسهو كأنه لنبر نوحان شرعين لالبو سيدتن يليح وقرآن كما كسو الدقي لبدي بسوء عشرين لحبان شرعين وحاصوهر لباتن يسيدت وقرآن كمدينة كسو الدقي هذه لسكو دارو وقرآن كتيرديسي وبقل إيو أفر يطلن سورة دوت أو معنى هذو تهي سبب كسورة البقرة اللو أو أقري لقوليهي قرآن كي ونباد أقري دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله، واتحنها أني لما قعبحي روح ونطمي كلام كرب سبحانه وتعالى حلقذني وحلقذي أفراد وحن كذا هذي دونا قيمها إيا قدرينته أي سورة البقرة أي لاذهي شعار كأني أنسكو باللونه والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات فاعلم أولا مقصد كي أشيدده قرآن كهذا العلم إيا أقول أيالته وحاكو فضد إن هذا قرآن كالروحده أو أبلسته لح سورة ضد أو نص صعدة أي بقرة كجرتو تفسير كودا دقيقة كيركو قاضو سورة البقرة وآل عمران ولا بد السورة ضوضي أصل أو أشريعة إن إسلامك سورة النساء وسورة المائدة لما يستر بيؤيهين سورة تتميم وتكميل بالإلى ذا لبداً بيدما يستريان أما سورة الأنعام والأعراف سورة مجادلة وحوار ونقاش قال ذي ما حق لولدو ذي هذي قال ويان أما سورة الأنفال والتوبة سورة جدال ومواجهة وقتال جهادك أي هلك كبلامية لح سورة ضوط ونص صعد بإذن الله أيات تفسير كذي وحد تفسير كودي هي مقصد كودي وحد كبرتي هل دقيقة وحكيم أما سورة البقرة وأطول سورة في كتاب الله وسورة أوغنر كتاب إلهي سبحانه وتعالى كتاب إلهي سورة أوغنر آيات هذا وحيك كوبيهين لببقل سيدتن يليح هذا القرآن كما كسو الدقي إيميت كمدينة كسو الدقي هذه أن لنبر كأسهو كأنه لنبر نوحان شرعين لالبو سيدتن يليح وقرآن كما كسو الدقي لبدي بسوء عشرين لح بان شرعين وحاصوهر لباتن يسيدت وقرآن كمدينة كسو الدقي هذه لسكو دارو وقرآن كتيرديسي وبقل إيو أفر يطلن سورة دوت أو معنى هذو تهي سبب كسورة البقرة اللو أو أقري لقوليهي قرآن كي ونباد أقري دي. سورة البقرة هي سورة سورة الاستجابة والطاعة أي معنى هذا الليل هذا أنصو أرورينو أنصو كوبنو سورة ذو حال هذا استجابة كأمر قادة شد الربي إيا ربي أطيعدة سورة كهل ليس أي الليل هذا صدح مقدمة صدح أبي كوب اللوضي أما هرنع وضدك صدح لي أقيب سماوي سورة الفاتحة صدح لاسي أسو قيب سي اهدنا الصراط المستقيم إي المغضوب عليهم إي الضالون صدح لا صراط الذين أنعمت عليهم إي المغضوب عليهم أي الضالون صدح لاسي أسو قيب سي سورة البقرة صدح لاسي مقدمي هرنع كالكتي ذاتك اللون نعميه كب اللوضي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلا لقاقارو أولئك على هدى وهنونك سورة الفاتحة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة مقدمة لاسي كب اللوضي ذاتك اللون نعميه ومعنى هذا أي تعي وضدو ده هداد راعدو ويتقولي سنيسا سورة الاستجابة والطاعة وتا معنى هذا مقدمة اللباد وددك اللي يقان الضالون وكوي لومي اي حق كان لومي
إن الذين كفروا سواء عليهم صدح آيضات بأيغان اللقاقها اللي وكوي حق بديدي إني قاتان استجابة وركيضة لك قولنا صدحانا ومنافقين تو وكوي الله عروضي أظهروا الاستجابة وحي موجستين إني شرعي قاتين لكن قلبك أيغا لمكو هايستان صدح لا قيبوت وكمقدمة لو تلقلي صورة دا إلا تكون فهنتو وحالو ختم مقدمات كاسي هل دواق وأول دواق وهرية أوس قرآنك سو آيات دا قرآنك آيات دا لبي طبنات صورة البقرة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم وارضضوا عابد ربكين والله إذن أبوري صدح دي قلوبة نداها أي دواق أي لوجي دي مقدمة صدح ذا أمركان كسو تقنو صدح قصو وعجائب بدن بي سوردو حد رب اللوضي مدكو باد وقصة آبهن آدم عليه الصلاة والسلام إيا السيدة درجات كسر اللوسيي وحلو يلي نبي آدم يهو يدن حواء وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أبيجي حاسك هكذا جنة الدقاء أيا لقو يلي أو ولا تقرب هذه الشجرة جدا أيدا هؤلاء دوانين كالصهوب تجنبا للكنا إمارة نبي الله آدم إيهو يدين حواء وحا إلهي سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه رب آدم مركو ربي عاسي جدنا أوحني جنبنا لقصو صاري يؤلم نو الشيغي ما كنقو ليستي الاستجابة والطاعة مثل امتحان كيبو كل عيد إلهي وحقوقة بآياتك سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آياتك أصول لغو شيغيو عدة امتحانك كل عضا إلي جزيه ذو أي نار غقرتو نبي آدم سه إيهو يدين حواء إلهي ما كتب الأقبل سبحانه وتعالى قصة دين الله بعد وكأيضنا مقدمة كراء وقصة بني إسرائيل آيات أفرتنا الله قبل الله إلى آيات بقول إيا اللباتن إيا الصدح إنتاس وسيدتن إيا أفر آيات إسكن نقون إيا أيو إلهي غير بنو إسرائيل كل خطاب سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي بلغوا بالله يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم ولو ختمي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الأنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدك وربلاً كأوفية وإلهي أجيب وإلهي مقرأ وحاكر الويري يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عالمين تمان إذن كسر مريي والنعمة إلهي كل شكرية وليب الله بشر أيو الليل وأني فضلتكم على العالمين وحال لغوية نعم كابضان بحرور بنو إسرائيل لوغالي نعم آد أفر بضان وآن أمم كاللوغرين وحال لغوية كلوا واشربوا من رزق الله عنا وعب أرزاق دا إلهي ولا تعثوا في الأرض مفسدين مركي كوكو ليس وايين وحوالبا أي كوكان عوايين إهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم محال لغوية وضربت عليهم الذلة والمسكنة دلبوا ألكوا رذي وحال عي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم وعدوانهم أيا نمكا أيقا اللغول العنضي وحايا لأنبياء بيلايين وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مدى كأضاق إيه كأجائبا وقصة دي سورة اللغول مقعابي إيه محال قصة البقرة قورع باليلي اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلا وحيد الله من ماهي نافكن أن قرن محويهي ما لونها من بكيس محويهي قد تشابه علينا وإسكاكا يدرمتي كل إنتا صورا وحي سؤالها صورا بيكين مركا امتحانكنا أيقنا وأي كدعين نعم كبضان إلهي أقل سبحانه وتعالى هربن إسرائيل إيات كأبضان مركي كشكرين وايين بعد التفضيل جعل الله القردة والخنازير وعدد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا مركي المركي هوري اللي يلي
وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مرك لويلي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مرك لويلي أي نعم كشكر وين إلهي سبحانه وتعالى نعم ذا وبدلي ذل نبو وبدلي وضرب عليهم الذلة والمسكنة وأنبياء بين لايين فكذلك إلهي جعل منهم القردة والخنازير ضعف رأي الله كذب سبحانه وتعالى إيدان يرى مركز الله بحوك ختمي أولئك شر مكانا وأضل سبيلا يعني ذاتك أقول شر بضم بين نغدين أيها الأحبة في الله قصة أقول بيسا حلقة دينان سورة البقرة كمقدمة أهان وقصة إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نبي الله إبراهيم بانو امتحاني امتحان كنو كباسي وانا ماشى استجابة إيا طاعة أي سورة كعبر يسوي سكا أقري معها سورة قريه إنكو أقرئون معها سورة المركض أقري يسو معنى وين بيكدو ليسا وإن معناها قرن يسو سورة الاستجابة والطاعة نبي الله إبراهيم استجاب وأجيبي أو وأقبلي إلهنا فأتمهن كدب أبالك سمحون نغضي قال إني جاعلك للناس إماما ذاتك إمام بانو كاغت لقنيب أليلي مركاسو إنت وهدنا السؤال ويدي وعرور تيدنا ومن ذريتي لكن أنيق عرور تيد قفك استجابة إيا طاعة لإمام وايا قال لا ينال عهد الظالمين ظالمين عهد يقول مهل أيام بألله سبحانه وتعالى إذا صدح هذا هو نموذج خلاصة درسي إنه سورة البقرة وحيكب اللابتي أصناف الناس صدح دنا صدح قصة أي شرطة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لبدي هور امتحان كي كل عين نبي آدم عليه السلام إيا غير بنو إسرائيل نبي الله إبراهيم نواكو باصي أصبح إماما ومعنى هذو أي تهي هذا الإمام لما دوريسو وحالقا دوري إلى الإله أجيبته ود إلهي مقشو أمر كي سر القادته سبحانه وتعالى سيدو النبي إبراهيم أقوليستي أياد أقوليني سريسا أيها الأحبة في الله انت آنو كيوكل بينو حلقة تنحكتة وفي سورة البقرة نحن يضع أستودعكم الله.